نعيمة نورتينا اليوم. ألو ألو وي السلام عليكم لاله سناء. لاباس على خير؟ صباح الورد والياسمين. نهار كبير هذا. الله يلا صباح الورد والياسمين. نورتينا وفرحانة بزاف اللي سمعت صوتك على خير، وأكيد المستمعات هما يسعدهم أنك تواصلي معنا غبورات هذه. والله إلا حتى أنا فرحانة وتوحشكم بزاف بزاف. تحية ليك والطاقم التقني كامل ديال ميد راديو. الله يكرمك بارك الله فيك للي اختك علينا، وإن شاء الله الإفادة كيف العادة مني متكامل فيه كل شيء، وشي حويجات لهم مميزين نبدأ على بركة الله. الله يكرمك يا الله سناء، نبدأ إن شاء الله الشهوات ومن بعد ندير تحية ضروري. الله يعطيك الخير الله سناء. ألوغ بالنسبة للشهوات ديال اليوم غادي يكون واحد المني متكامل إن شاء الله ديال الضيافة. غادي نوجدوا فيه أول حاجة بسطيلة بالكفتة واللوز اللي كتجي فرحة رائعة جدا. ألوغ بالنسبة للبسطيلة عندنا فيها كيلو ديال الكفتة، نقدروا نديروا قل كيلو ديال الكفتة ديال بكري. عندنا كيلو ديال البصلة مشلضة إيه تكون رقيقة. عندنا 250 غرام ديال الشعرية الصينية، شامبينيون طريين أو لا معلب اللي كان واجد. عندنا 250 غرام ديال لدن الشيمي كيفما نقدروا نقصوا منه، يعني على حساب البسطيلة اللي غادي نديروه هنايا. بالنسبة للكيلو ديال الكفتة اللسانة نقدروا نديروها بسطيلة تال ديال 10 دنات أو لا 12 فعلا، يعني على حسب كيف ما بغينا نخدموها والبريزونطاسيون، يعني كلشي كيلعب الدور بالنسبه للبسطيله. شوف نعيمة الا سمحتي ترفعي الصوت ديالك واحد شويه. واخا الله يجازيك بخير. يا واخا ما بانش انا راه شحال هادي ما الراديو داكشي. لا دابا حد انت تعودتي يعني في المركز كتهضري مع المستفيدات قرابين ليك دغيا كتهضري بشويه راه كيسمعوك. لا دابا غادي نرفع صوتي ان شاء الله. تحيه كبيره ليهم الله يوفقهم ان شاء الله. يا ربي امين. ومن هذا المنبر كنبلغ اليوم سلام، راه كلهم كيبلغوا لك السلام. مرحبا بسلام تبارك الله عليهم. الله يكرمك بارك الله فيك. الو بالنسبه نعاود المقادير لنا. عندنا كيلو ديال الكفته ديال البقري، كيلو ديال البصله مشلضه، 250 غرام ديال الشعريه الصينيه، عندنا لي شامبينيون يا اما معلبين يا اما طريين، عندنا 250 غرام ديال لدان الشيمي، عندنا سوريمي يعني اي نوع ديال شاركوتري بغينا نديروه راه كنوظفوا في هاد البسطيله. عندنا سوريمي عندنا سومون فيمي عندنا يعني جميع الهوت دوك، يعني اي حاجه عندنا في الشاركوتري راه كنخدموا بها. عندنا شويه ديال الملح والبزار كيف العاده، والثومه محكوكه، العدنوس مقرد رقيق، صوص صوجا، عندنا واحد العلبه ديال القشده الطريه ديال القياض، نص كيلو ديال اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش، يعني نص كيلو ديال اللوز يا اما نقليوه في الفران ونهرمشوه يا اما نسلقوه ونقليوه ونهرمشوه. وعندنا الفرماج حمر والموتزاريلا بطبيعه الحال انت وخاوتك يعني اللي كان متوفر في الدار والكميه اللي بغيتو. الوغ بالنسبه لورقه البسطيله بطبيعه الحال دائما كنرافقوها مع يعني كنخدموها بالزبده نوازيت وشويه الزيت. دائما الزبده نوازيت هي الزبده اللي كندوبوها حتى كتولي عندنا نوازيت، هي باش كنورقوا كنلمطوا البسطيله. ضروري هذه الزبده لاله سناء، لان الورقه ديال البسطيله كيف ما بغات تكون يعني هنايا في اي شكل بغينا نستعملوها كنديروا معها بوغ نوازيت. هاد بوغ نوازيت يعني كتعطينا اللون والقرمشه وكتعطينا حتى المذاق. الوغ هنا بالنسبه للبريباراسيون ديال البسطيله غادي نمشيو. عندنا البسطيله غادي تكون على شكل طبقات، يعني الطبقه الاولى غنخدموها يعني غادي ناخذوا الشعريه الصينيه غادي نديروها في واحد المقيله، من بعد ما رطبناها وصفيناها وقطعناها سي بون. الوغ الشعريه الصينيه كنقدوها وكنقطعوها رقيقه وكندوزوها في المقله مع معلقه ديال الزبده مع شويه ديال الثومه محكوكه، ملحه ابزار، كنزيدو لي شامبينيون اللي عندنا مقرضين، اون فوا كيتشحروا واحد شويه كنزيد علبه ديال لاكريم فخاش على هاد الشعريه الصينيه، يعني حتى كتعلق كتكون كلها معلقه. كنطفي البوطا يعني قبل ما تنشف كنطفي البوطا باش كتخلي لينا ديك التعليكه ديال لاكريم فخاش. الو هادي الطبقه الاولى كنحطوها على جنب وغادي نمشيو لمقله واحده اخرى غادي نديرو كيلو ديال البصله غادي نشلضوها وغنشحروها بوحدها مع شويه الزيت البلديه وشويه الزيت الرومي، يعني ما كاين لا ملح لا حتى حاجه، يعني كنديروا البصله مع الزيت حتى كتهبط تماما يعني حتى كتعسل لينا البصله. كيلو ديال البصله عاد كنزيدوا عليها كيلو ديال الكفته ديال البقري، من الاحسن الكفته ديال البقري اللي كتواتى في هاد المذاقات، يعني كاين واحد التمازج الاذواق يعني ضروري اننا نخدموا الكفته ديال البقري. الوغ ملي كنزيدوا الكفته ديال البقري اون فوا كتفرتت يعني هنايا كنزيدوا الثومه محكوكه
ملحة إبزار وواحد معلقة كبيرة ديال صوص الصوجة. إلا كانت ثقيلة كنديرو معلقة، كانت خفيفة كنديرو جوج معالق على حسب صوص الصوجة اللي عندنا متوفرة. الو هنايا كنشحرو مزيان الكفتة، يعني مكنخليوهاش بزاف حتى كطيب، لأن من بعد غادي نزيدو عليها الطياب في الفران غادي تقفاح، يعني دائما الكفتة كتكون فتية، يعني فقط كنشحروها وكنحيدوها من فوق البوطة وكنزيدو المعدنوس. هذه الطبقة الثانية. الو بالنسبة للطبقة الثالثة غادي نديرو الشاركوتري، يعني عندنا بزاف ديال الأنواع ديال الشاركوتري اللي عندنا متوفر غادي نخدمو به. عندنا العويدات ديال السوريمي كنقرضوهم رقاق، عندنا لادان شيمي وكذلك صومون شيمي، يعني أي حاجة متعلقة لينا هنايا، وعندنا الموتزاريلا والفرماج، يعني هادشي كامل كنديروه الطبقة الثالثة. وعندنا الطبقة الرابعة هي اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش. الو غادي نمشيو للمونتاج لالاس أنا، عندنا كلشي طبقات، يعني هاد البسطيلة غير كتوجد سيغتو الناس اللي موظفات وهذا، هذا غير فرمشة عيني ما فيهاش لا. هاد المذاق تبارك الله مختلف على حشوات المعروفين مزيان. وي ما محمضة ما والو، يعني المذاق مختلف، يعني ملي كتاكل شي حاجة جديدة. الو هنا بالنسبة للمونتاج غادي نمشي غادي نفرج التفريشة ديال الورقة ديال البسطيلة بطبيعة الحال دائما بغنوازات مع الزيت، ومن بعد كندير الطبقة الأولى اللي هي الشعرية الصينية مع لا كخيم فخيش الطبقة الأولى، عاد كندير عليها الطبقة الثانية ديال الكفتة كنسرحها فوق منها. أنا بالنسبة للشكل كيف ما بغيت، يا إما داير أوفال مربع مستطيل، يعني الشكل اللي بغينا، وحنا كنتفننوا في الأنواع ديال البساطل. ومن بعد كندير الطبقة الثالثة ديال الشاركوتري والفرامج، يعني عندنا الموتزاريلا والفرماج حتى هما كيعطيو تعليكة، عاد كنسدو باللوز. وهنايا ملي غادي ندير اللوز ضروري أنني غادي نرش بالزبدة نوازيت من فوق اللوز، علاش؟ باش كيبقى لي اللوز مقرمش في الداخل ديال الفران، كيبقى لي مقرمش تمام. الو هنايا كنسد البسطيله ديالي وكندخلها للفران. دائما البسطيله الطياب ديال البسطيله على الاقل على الاقل واحد ساعه د المكان، يعني على عافيه مهيله من التحت فقط. دائما الطياب ديال ايها بسطيله وايها كنافه، يعني بلا باط فيلو حشوات كيف ما بغاو يكونوا، البسطيله ضروري واحد ساعه د المكانه في الفران. هاد الطريقه اللي كان الفران ضروري، علاش؟ لان بعض المرات كنحيدوا البسطيله كنخليوها، يعني كتبقى لينا مده طويله مقرمشه. ثاني حاجه ديك الورقه اللي كتكون داخل كيكون داخلها الطياب، وحتى الحشوه كتاخذ الوقت ديالها ديال الطياب المناسب. ايه يعني ضروري الطياب حتى هو كيلعب الدور. ومن بعد راه التزيين، راه كل سيده وتبارك الله عليها فنانه، يعني هنا غادي نبدعوا في التزيين. ضروري الخس لانها مالحه، طوماط سوريز، الحامض، اللوز، البيض السمان، يعني اي حاجه كانت متوفره عندها الشاركوتري زين بها من الفوق وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة تبارك الله عليك. كيف ما قلتي المهم هي الحشوة، وبالنسبة للتفاصيل فرديين أو لعائلية كبيرة على حسب يعني كل واحد والرغبة ديالو، وعلى حسب عاوتاني المناسبات أو التوقيت. والله يعطيك الصحة، وحتى الوليدات يديو معاهم مدرسة كيعجبهم هاد الاقتراحات بهذا الشكل. بصح نقدروا نديروا بهم حتى بريوات، اييه سيجار، صغار البسطيلة صغار، يعني اي حاجه درناها فيها اللي توصل انه هو داك التنازج الاذواق كيجي مواتي مع بعضياتهم. الو غادي ندوزو لسنا الشلاضه بابله والافوكا، هذا وقت الافوكا تبارك الله، يعني غادي نستافدوا منها مع عصائر دي سالاد، وعلاش لا في ليموس ديال لي كاطو كلاسي، يعني هنايا غادي نستافدوا بها كيف ما بغينا. الو بزاف ديال الناس كيسولوا على لافوكا واش نقدروا نحتفظوا بها في المجمد لا سنه، بزاف كيسولوا هذا السؤال. طبيعه الحال يعني هنايا دابا يعني الوقت ديال لافوكا غادي ناخذوها غادي نقيوها فقط، وغادي نديروها في البلاستيكات، يعني ما نديروا معها حتى حاجه، غادي ناخذوا فقط داك العظم ديالها وغادي نرجعوا معها في البلاستيكه باش كتحافظ لينا على المذاق. هم يعني من بعد ما كنقرضوا، لان بعض المرات ملي كنهزوها من الكونجيلاتور ديريكتومون كنديروها تخدمي بها. غادي نحيدوا منها فقط داك العظم ونديروها مع الخليط، يعني هنايا كتعصر يا اما بالحليب يا اما بالحامض سيترونات يا اما باي حاجه بغينا نعصروا بها لافوكا، راه كتجي مزيانه مع كل شيء. الو غالسنا غادي نمشيو للصالاد. بالنسبه للصالاد غادي ناخذ واحد نص كيلو ديال الابل، يعني القمح. غادي ناخذ وغادي نسلقوه تقريبا واحد 10 دقائق في الماء مع شويه ديال الملحه. من بعد كنصفيوه، غادي ناخذ ربعه ديال الافوكات غنقطعوهم مربعات صغيره، ربعه ديال الافوكات من الاحسن يكونوا طايبين شويه ما يكونوش قاسيين، ما يكونوش يعني يكونوا رطبين، غادي نقطعوهم مربعات صغيره. عندنا واحد الطن ديال الزيت، عندنا يا اما نخدموا بالكروفيت يا اما نستغناو عليه، ولكن دائما كنعرفوا بلي الكروفيت كيجي مع الافوكا مزيان، يعني هنا كناخذ واحد شويه ديال الكروفيت حتى هو مصوطي شويه الزبده والملح والبزار.
عندنا مايس شويه زيت البلديه تقريبا واحد جوج معالق زيت البلديه، مايونيز تقريبا واحد ثلاثه المعالق ديال المايونيز سواء مصاوب في الدار سواء مشري، عندنا الملح والبزار، عصير نص كاس ديال العصير ديال الحمض، والمعدنوس كميه كثيره. الوغ هادشي اللي عندنا بالنسبه للمقادير ديال لاصالاد، عندنا ابلي، عندنا لافوكا، طون، الكروفيت، عندنا المايز، وعندنا زيت البلديه. وهنا دائما بالنسبه لاي صلاد فيها الطون كنحاولوا نديروا واحد ربع بصله مشلضه، هي اللي كتفرسين داك المذاق ديال هذا، راه ما كتبانش بزاف يعني، كناخذوا غير ربع بصله صغيره كنشلضوها تكون رقيقه، ما كان يعني ما كنخليوهاش هكاك يعني، كنشلضوها تكون رقيقه بحالها بحال المعدنوس، كنزيدوها في لاصالاد باش كتعطينا داك المذاق ديال الطون مجهد في لاصالاد. الو هنايا كنخلطوا كلشي وكنزيدوا معلقه ديال جوج معالق ديال الزيت البلديه، ملحة ابزة، وكنخليو لا صلاد وكنوجدو ليها لاصوص ديالها ديال لافوكا كتكون مرافقة. الو بالنسبة لاصوص عندنا فيها في الخلاطة دائما كندير واحد لافوكا تكون طايبة يعني تكون طرية، غادي نقطعها مربعات صغيرة، غنزيد معاها واحد اليوغورت مسوس، من الأحسن يكون داك الكريمي جبن كريمي كيكون مسوس، غادي نزيدو معاها واحد جوج معالق كبار ديال المايونيز دائما في الخلاط، غنزيدو ربع كاس ديال عصير الحامض، معلقة ديال الخل، وغادي نزيدو المعدنوس يعني تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال المعدنوس باش كيعطيوني واحد لاصوص اللي كتكون خضراء. حيت ملي كنديرو لافوكا بوشطه راه كيعطينا داك اللون، حيت كاين المايونيز وكاين اليوغورت يعني كيعطينا داك اللون مفتوح، هنايا باش كنفورسي داك اللون كنزيدو المعدنوس وكنطحنوه معاه، من بعد ما كنطحنو كلشي على سنة عاد كنديرو في واحد لوبول وعاد كنزيدو واحد شويه ديال البصله مشلضه وكنزيدو المعدنوس مقرد رقيق باش كيبان. هاد لاصوص كنديروها من الفوق ديال لاصالاد، هاد لاصالاد نقدروا نديروها في فيجين، نقدروا نديروها عائليه، نقدروا نرافقوها مع اي حاجه دي كروكيت ستيك ولا الكنتاكي او لا اي حاجه بغينا كنجمعوها معاها يعني كيكون واحد الطبق مميز. واللي زوين هو انه كتكون اقتصاديه، عرفتي علاش؟ انه ما كتشريش حاجه وحده هي اللي كتخدمي بها شلاضه، يعني كيكونوا بزاف ديال الحويجات شويه شويه من الحاجه والمذاق تكون ألد يعني في صراحة. لا صراحة شي حاجة اللي نبدلها للي مولفينو فهمتي، يعني كتكون مخلطة ولكن فيها شي حاجة للفايدة، وكنعرفوا المذاقات راه كيتواتاو سيغتو مع الطون ولافوكا والكروفيت راه كيجيو واعرين ونستافدو حتى من الوقت ديال لافوكا. الو غادي نمشيو لتانا نمشيو لكيك طبقات. أييه تفضلي. الو بالنسبة لكيك طبقات عندنا في بالنسبة للطبقة الأولى عندنا خمسة ديال البيضات، يعني واحد الكيك اللي هو راقي، خمسة البيضات، 150 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال اللوز مطحون بالقشرة ديالو، 150 غرام ديال الزبدة بوماد، 50 غرام ديال الدقيق، خمارة وحدة، و 30 غرام ديال الكاكاو. هذا فيما يخص الكيك. ألوغ كنخدمو الزبدة مزيان مع السكر، عاد كنزيدو بيضة مورا بيضة، كنزيدو 150 غرام ديال اللوز مطحون مع الدقيق والخمارة، وهنايا كنزيدو الكاكاو في الاخر وكنخلطو الخليط ديالنا، كيجينا الخليط ثقيل يعني دائما الخليط ديال الكيك ديال الزبدة كيكون ثقيل. غادي ندهنو واحد المول بالزبدة ونرشو عليه الدقيق ونديرو الطبقة ديال الكيك، ومن بعد كنوجدو الطبقة الثانية. الوغ هنا الطبقة ديال الكيك كتكون ثقيلة يعني أي حاجة حطيت عليها يعني ما كتدخلش، يعني هنايا بالنسبة للفران كندخلو كلشي في دقة وحدة سي بون. الو هنايا بالنسبة للطبقة الثانية عندنا البعويد، غادي ناخدو واحد ثلاثة د البعويدات الجاز، غادي نقطعوه مربعات صغيرة، غنديرو في مقلة مع ثلاثة د المعالق ديال السكر ومعلقة ديال الزبدة، شنو غيوقع لي؟ غادي تعسل، غادي نعسل البعويد مزيان حتى كيهبط تماما، في الاولى كيطلق الماء، من بعد اون فوا كينشف صافي، يعني هنايا كنحيدو وكنزيدو عليه الزبيب مرطب شحيره وحده وكنحيدوه. الوغ كنخليوه يبرد واحد شويه وكنستفوه فوق من داك الكيك، يعني كان بحال كنزيدوه عشوائيا فوق من الكيك كامل السطح ديال الكيك. من بعد كنوجدو الكرامبل، الوغ الكرامبل هو فيه عندنا فيه
50 غرام ديال اللوز مطحون، 50 غرام ديال الزبدة، 50 غرام ديال السكر سنيده تكون رقيقه، و 50 غرام ديال البسكويت، يعني اي نوع ديال البسكويت بغيناه، بغينا كوكيز، بغينا الصابلي، بغينا اي حاجه، او لا غير الصابلي الا كنا دايرينه في الدار عندنا كناخذوا منه 50 غرام وكنطحنوه. الو 50 غرام 50 غرام ديال الزبده واللوز والسكر مع البسكويت كنخلطوهم بحال هكا، كيجينا واحد الخليط اللي هو مرمل. هذا الخليط المرمل كنخويو عشوائيا على الكيك ياك، ومن بعد كنزيد واحد الطبقه ديال اللوزي فيلي اولا لي بيبي دو شوكولا اللي كيكونوا يعني ما كيذوبوش من نوعيه جيده، وكندخلوه للفران. يعني كيدخل الكيك كامل بدقه وحدة الفران، وملي كنخرجوا راه كيعطينا واحد الكيك اللي صراحه ماوي، وكنرشوه فقط بشويه د العسل اولا كنديروا شويه د الناطاج من الفوق. زين ديك الساعه كيكون اختياري سكر كلاصي اولا اي حاجه بغينا لسنة، وبالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك شيف نعيمه، الله يكرمك. غندوز على سنة التحلية بالجبن والكراميل. هي ممتازة، واخا. هي كتجي رائعة. ألو بالنسبة للتحلية نقدروا نديروا كطبقة أولى، نقدروا نديروا البسكويت والزبدة، كيف ما نديروا نقدروا نديروا واحد الكروكون كيجي واعر بالنسبة للتحليات اللي فيه البخاليني والفيوتين والشوكولاتة. ألو عندنا 100 غرام ديال البخاليني، 100 غرام ديال الفيوتين، و 100 غرام ديال الشوكولاط. هذه هي الطبقه اللي كنلقاوها النص ديال لي كاطو كلاص، يعني غادي نوظفوها في التحليه كطبقه اولى باش غادي نزيدوا فيها الكريمه من الفوق. الو هنايا كندوبوا الشوكولاط، من الاحسن يكون شوكولا اولي، يعني يكون من النوع الممتاز الشوكولاط بالحليب، كندوبوا في البان ماغي، كنزيدوا عليه هو سخون 100 غرام ديال البخاليني ديال اللوز اولا النوازيت اولا، يعني نقدروا نصاوبوه في الدار، يعني بخاليني عادي كناخذ اللوز محمر كنطحنوه مع السكر كيعطينا لاباط بحال ديال املو وهذاك البخاليني. اييه الوغ هنا كنزيدوه مع الشوكولاط كنخلطوه وكنخليوه يبرد شويه باش ما يرطبش لينا الفيوتين، وكنزيدو الفيوتين ديالنا يعني 100 غرام ديال الفيوتين كنحركوه مزيان، وكنديروه كطبقه يعني كولا فيغين كنحطو فيه واحد المعلقه كنسرحوها شويه وكنخليوها تبرد. سي بون لاسان، يعني كتجينا واحد الطبقه من مهرمشه بخوكون يعني مقرمشه. الو هنايا غادي نوجد الكريمه ديال الجبن، واحد الميلونج ما بين الجبن والكراميل. الو هنايا كيعطينا كميه كثيره، نقدروا نقصوا المقادير كيف ما بغينا. الو هنا كناخذوا 200 غرام ديال الجبن، بالنسبه للكريمه عندنا في المقادير 200 غرام ديال الجبن، يعني علبه حك ديال الجبن، عندنا حك ديال الكراميل، الحليب المركز الكراميل، عندنا ربعة ديال الفرماجات مربعين، ساشية ديال الحليب غبرة، و 500 غرام ديال القشطة الطرية. الو هنا قلنا المقادير كيعطونا كمية كثيرة، نقدروا نقصوا من المقادير. الو في الأول كناخذ القشطة الطرية كنطلعها سمي مونتي، عاد كنزيد معاها ساشية ديال الحليب غبرة، ربعة ديال الفرماجات مربعين دائما مع التطراب، وكنزيدو حك ديال الكراميل والحك ديال الجبن، كنزيدو كلشي في دقه وكنطربو، يعني كتعطينا واحد الكريمه رائعه. هنا كنديروها في واحد البوشادوي، وكنديرو منها كنعمرو لي فيغين فوق من ديك الطبقه المقرمشه، وكنحطوهم في الثلاجه. هذه يا اما كتكال بارده يا اما كتكال كلاص، يعني تكال كلاص اولا تحليه بارده. من بعد التزيين راه كنديرو على حسب الاختيار اللي كنتوفر عندنا في الدار دائما، وبالصحه والراحه لسنة. الله يعطيك الصحه، تبارك الله عليك. الله يكرمك، الله يكرمك. غادي ندوزو لجوج عواصر هما الاولين. الو بالنسبه للعصير الاول عندنا بخيزو الفخومبواس. الو بالنسبه للعصير بخيزو غادي نستغلو خيزو حتى هو باش نوجدو به العصائر. صراحه انا من العشاق ديال العواصر، يعني ملي كنخدمو فيهم بالخضره والفواكه، يعني كيجي رائع وكنستافدو من ديك الخضره حتى هي. الو هنا بالنسبه للخيزو غادي ناخذ تقريبا واحد ثلاثه خيزوات على اربعه، غادي نحيدو ليهم القلب وغادي نقطعوهم مربعات وغنديروه يتسلق في الماء مع قشره حامضه ومع عصير حامضه ومع واحد الحفنه ديال الزبيب، دائما كيعجبني الزبيب في العواصر. الو هنايا كنديرو خيزو مع الماء تقريبا واحد ايطو ديال الماء مع عصير حامضه حتى ديال القشره ديال الحامض حتى هي، شويه ديال الزبيب، وغادي نديرو كلشي طيب، ما كنخليوش خيزو حتى يهرى بزاف.
يعني غير كيدخلوا الطياب صافي كنطفيو عليه وكنخليوه حتى يبرد مزيان، عاد كنديروه في الخلاط. هنا ملي غادي نديرو مع داك الماء في الخلاط غادي نطحن كل شيء ونصفي. ايه عاد كنزيد معاه عاوتاني كنخلطو مع اللبن، يعني اللبن على سنة ماشي الحليب، والفرومبواز. يعني كيكون واحد لو ميلونج كيجي خاطر ما كيبانش نهائيا المذاق ديال الخيزو. هنا كنزيدو الفرومبواز تقريبا واحد العلبة ولا جوج اللي كان عندنا ديال الفرومبواز. دائما الفواكه الحمراء ضروري انها تكون كونجلية بالنسبة للعواصر، علاش على سنة؟ لانها كتعطينا اللون كثر وكيتفرص لينا المذاق ديالها في العواصر. يعني ضروري اي حاجه كنت غادي ندير فيها الفواكه الحمراء اللي كانت يعني الفريز بومبواز البلاك بيري، يعني اي حاجه كنديرها تكونجلا هي الاول عاد كنعصرها. سي بون الو هنا كنخلط باللبن سواء ديال هذا ولا ديال الباكيه اللي كان، وكنزيد معاه الفرومبواز. وهنا السكر دائما كيكون على حسب الطوق، وكنطحن كلشي وكنخليه يبرد وكنقدمه بالصحه والراحه. يعطيك الصحة تبارك الله، اختاريتي لنا وصفات مميزين لا في المذاق ولا حتى في الشكل. يعطيك الصحة كل خير تبارك الله. الا بالفرحات عليا انا غندوز وبصراحة متوحشة ومفتقدة هاد الاحساس صراحة. كلهم تيبلغوا لك الاذاعة وكنفتخر بانني بنت الاذاعة. بارك الله فيك، لينا الشرف كبير. مرحبا وعيد ميلاد سعيد بعد الاذاعة، راني ما ناسياش. 14 عام وحنا مجموعين الحمد لله وعائلة وحدة، والعائلة غدا وتتكبر. الله يثبت المحبة ان شاء الله لوجه الله. الله يكبر فيك الحمد لله، وليا الشرف صراحه فيما مشيت راني كنقول وكنفتخر بها، يعني بنت اذاعه راديو، انني صراحه من بين الناس اللي كنفتخر بهم انهم شدوا بيدينا الحمد لله. باقيين غاديين ولكن كنعتبروا ريوسنا وصلنا واحد المرحله اللي كنا كنحلموا بها، واللي هي كاين المجهودات ديالكم حتى نتوما تبارك الله. الله يعطيك الخير، الله يكبر بك. الوغ غادي نمشيو للعصير الثاني اللي بالقرعه والمشمش. الوغ بالنسبه للعصير عندنا فيه واحد كيلو ديال القرعه حمراء، تكون من النوع الجيد يعني ما يكونش فيها الخيوط وهذا، تكون طريه. غادي ناخذوا كيلو ديال القرعه حمراء، غادي نديروها في الاطرو ديال الماء، نقطعوها مربعات ونديروها حتى هي في اطرو ديال الماء. هاد المره غادي نزيدو مشمش يابس. غادي نزيد واحد تقريبا واحد 100 غرام حتى 200 غرام اللي عندنا ديال المشمش يابس حتى هويا، غادي نزيدو وغادي نغليوه، يعني فقط غير كطيب لينا القرعه واحد شويه وكنحيدوها حتى هي، ما كنخليوهاش حتى كيفوت فيها الطياب، يعني كنخليوها باقا دايره باقا شاده. الوغ من بعد ما كتبرد لينا القرعه غادي ناخدوها حتى هي مع المشمش والماء، غادي نطحنوهم وغادي نصفيوهم. الوغ هذا الخليط غادي نزيدو معاه، وهنا دائما اللسانة ديك القشره ديال الحامض والحامضه كتعطينا واحد لاسيديتي زوينه بالنسبه للعصير، ضروري كنديروها في اي عصير كنا غنطيبو سواء الخوخ هذا القرعه هذا، يعني كنديرو ديك عصير حامضه والقشره ديال الحامض. واخا الوغ هنا من بعد ما كتبرد لينا القرعه وكنطحنوها وكنصفيوها، هنايا غادي نزيدو عليها اطر ديال عصير الليمون، وكنزيدو يا اما الكاكي يا اما المونغ، يعني الحاجه اللي عندنا كنزيدوها. وحتى هاد العصير صراحه ملي كتشربيه ما كتعرفيش شنو فيه، يعني انا كيعجبني صراحه الحاجه ناكلها وخصني ندبز باش نعرف اشنو فيها. يعني كيجي واحد المذاق مختلف على العواصر اللي ولفنا وبالصحه والراحه. يعطيك الصحه. الله يكرمك. غادي ندوز واحد الكنافه بالكفته والجبنه اللسان. واخا يعني سواء كنا غنديروها عائليه ولا فرديه ولا كيف ما بغينا نخدموها. الوغ بالنسبه للكنافه دائما بحالها بحال الورقه البسطيله، ضروري تكون زبده نوازيت وضروري يكون زيت. يعني هنايا نص كيلو ديال الكنافه كناخدوها كنقطعوها رقيقه، كنزيدو معاها كاس ديال الزبده نوازيت، دائما الزبده نوازيت تكون بارده باش ما تعجنش لينا الكنافه، وكاس ديال الزيت عادي. هنا غادي نزيد واحد المعلقه ديال السكر كلاصي فقط باش كتعطينا لا دوغي وكتحمر لينا التحمار ديالها الزوين في الفران. الوغ كناخذ نص كيلو ديال الكنافه، كاس زبده نوازيت وكاس الزيت، كنبسبسوهم مزيان مع معلقه ديال السكر وكنحطوهم على جنب حتى كنوجدوا الكفته ديالنا. الوغ بالنسبه لهاد الحشوه اللي سناء كتكون حتى هي سهله، انا اختاريت شي حوايج اللي هما ساهلين باش ما يعكوزوش العيالات، يعني شي حاجه سهله ومن طون كتعطي نتيجه مزيانه. الوغ بالنسبه عندنا نص كيلو ديال الكفته ديال الدجاج، جوج ديال البصلات مشلضين، واحد ثلاثه ديال الضريسات ديال الثومه محكوكه، ملحه ابزار، عندنا المعدنوس،
كاس ديال الحليب، معلقه ديال المايزينا. عندنا العلبه ديال القشده كتكون اختياريه الا كانت كنخدموا بها، ما كانتش ماشي مشكل، ولكن الا كانت احسن. وعندنا الفرامج، يعني الفرماج حمر كيف ما بغيناه، يعني فرماج حمر عادي. وعندنا الموتزاريلا. الوغ بالنسبه لينا عندنا زعتر هنايا باش غادي نسمو. الوغ اول حاجه لسنا كنديروا جوج بصلات مشلضين، كنديروهم في المقله مع شويه الزيت دائما في اي شوشوه. البصله ضروري انها تكون مشلضه وتكون مشحره بوحدها حتى كتهبط تماما. هذه الطريقه لسنا كنديروها في الحشوات كاملين باش كتعطينا واحد البنه للحشوه. الوغ هنا كندير البصله حتى كتهبط مزيان، عاد كنزيد عليها نص كيلو ديال الكفته ديال الدجاج، كنزيد الثومه ملحه ابزار وكنشحر مزيان حتى كتفرتت. هنا لسنا كناخذ واحد اللوبول او لاكاسرونه ولا فاش ما بغيت، كنخلط واحد كاس ديال الحليب مع علبه ديال القشده مع معلقه ديال البايزينا، كنخلطهم بثلاثه، كنزيدهم على ديك المقله، يعني ما كنطيبهم ما والو، غير كنخلطهم باش كدوب ليا ديك المايزينا او النشا، عاد كنزيدهم على المقله. يعني هنايا ملي غادي نزيد شنو غادي يوقع، كتعلق لينا ديك الحشوه، كتجي بحال الا زدنا لا بيشاميل، يعني عوض اننا نخدموا لا بيشاميل في كاسرول وكنزيدوها عليها، هنا غادي نخدموا كلشي في مقله وحده. من بعد كنزيدوا المعدنوس وكنزيدوا الموتزاريلا والفرماج، يعني كتعطينا واحد التهليكه ديال الحشوه، كنخليوها حتى تبرد مزيان، كنلقاوها قابطه في راسها. من بعد كناخذوا الكنافه كنديروها في مول، هنا غادي نعطي مول عائلي، يعني هنا كنسرحوها في القاع ديال المول وكنطلعوها شويه في الجوانب باش كلها كتغطى. الوغ يعني كناخذ نص الكميه كنسرحها مزيان، هنا نقدر ندير حتى المول ديال 40، يعني دائما الكنافه باش ما كانت قليله والحشوه كثيره كيكون احسن. مفهوم ولا سنة؟ يا مفهوم اياك. الو هنايا كنسرح الكنافه ديالي مزيان وكنطلعها في الجوانب، كندير الحشوه ديالي من بعد ما بردات، وهنايا كنعاود ندير واحد الطبقه ديال الفرماج اولا فرماج ساندويتش اولا اي حاجه عندي، وكنعاود نغطي بديك الكنافه، كنسرحها مزيان وكنورك واحد شويه باش كتبل، عاد كندخلها الفران بحالها بحال البسطيله لسنا، على الاقل واحد الساعه د المكانه. اييه على الاقل مزيان. اي باش كيدخل ليها الطياب مزيان والكنافه ما تكونش كثيره، اذا كانت كثيره كتجينا دايره، يعني ضروري الطبقه ديال الكنافه كتكون رقيقه من الفوق ومن التحت. هنايا كنخليوها واحد الساعه د المكانه في الفران، عاد من بعد كنخرجوها وديك الساعه كنزينو كيف ما بغينا على حسب الاختيار. هذاك الشيء هذاك الشيء اللي كفايه. عمل لسنا؟ لا فعلا تبارك الله عليك، يعني الله يكرمك، هادو وصفات صراحه كيليقوا الايام العاديه ويليقوا حتى للضيافات ولا المناسبات ولا الحباب اللي كيتجمعوا. بصح داكشي اللي كاين، نجيب مازال واحد لاطاس بلا كريم باتيسير. واخا ضروري، شوفي راه توحشناك، راه غنصبروا في الوقت، تفضلي. الله يكرمك والله يعطيك الخير. بارك الله. الوغ بالنسبه للطاطا بلا كريم باتيسير، والله لسنا الا حاولت انني نختار داكشي اللي ما فيهش تعقيدات بعيدا على القواعد ديال لاباتيسخي، وهذا يعني هنايا كنحاولوا نديروا شي حاجه اللي بسيطه، لان السيدات كيسمعونا من البيوت، يعني كيكونوا شي حوايج ما كيكونوش عارفينهم. واخا اييه. الوغ بالنسبه للطورطه بلا كريم باتيسير شي حاجه اللي هي سهله، بالنسبه للقاعده غادي نحتاجو جوج ديال البسكوي، يعني ديال جوج دراهم ونص، هذاك الاخضر والاحمر غادي نحتاجو منه جوج، غادي نطحنهم، يعني جوج باكيات ديال البسكوي مطحونين. عندنا الباستا ديال درهم، يعني هذا الباستا الويفر حتى هو اربعه ديال الباستا ديال درهم، إلا كان النوع الممتاز غادي ناخذ تقريبا واحد 150 غرام. سي بون؟ داك الباستا ديال درهم كناخذو منه ربعة، ما كان يعني ما كنطحنوش، فقط كان نفرتشتوه بيدينا، يعني كيبقى واقف. ألوغ عندنا نص كاس ديال الزبدة مذوبة باردة، ماشي نوازيط غير مذوبة. عندنا 50 غرام ديال اللوز مهرمش، يا إما مقلي في الفران ومهرمش، يا إما مسلوق ومقلي ومهرمش، كيف ما بغيناه. وعندنا واحد اليوغورت ديال الشوكولات الكبير ديال جوج دراهم ونص، وعندنا 50 غرام ديال الفيوتين، يعني هذه هي القاعده اللي غادي تكون في لابارت. الوغ كناخذوا جوج ديال البسكويات ديال جوج دراهم ونص، اربعه ديال الباستات ديال درهم، نص كاس ديال الزبده مذوبه بارده، 50 غرام ديال اللوز مسلوق ومقلي ومهرمش، وعندنا 50 غرام ديال الفيوتين، 50 غرام ديال هذا
50 غرام ديال واحد يوغورت ديال الشوكولاط. يوغورت شوكولاط واخا. أيه. الو هاد القاعدة كلها كناخدوها كنزيد الزبدة واليوغورت الشوكولاط وكنسرحوها في أي مول بغينا. يعني مربع دائري مستطيل كيف ما بغى يكون. الو هنا ملي غادي نسرحوا كلشي غادي ناخدو غادي نوجدوا الكريمة. يعني هنايا ما كندخلوا لا الثلاجة لا حتى حاجة لا الفران لا الثلاجة. يعني هذه كتكون قاعدة شادة وكتجي مقرمشة لأنها فيها الفيوتين فيها داك الباسا وفيها اللوز. الو هنا كنمشيو نوجدوا لا كريم باتيسير. لا كريم باتيسير عادية ولكن ضروري يكون عندنا واحد الشوكولاط اللي هو من نوعية جيدة باش كيعطينا مذاق زوين. الو هنا كنوجدوا السطر ديال الحليب في كاسرول كنديروا معاه ثلاثة المعالق ديال السكر كلاصي ديال السكر سنيدة وثلاثة المعالق ديال بودرة الباتيسير كنخلطوهم مزيان فوق البوطة. إن فوا كتعقد لينا لا كريم باتيسير كنحيدوها من فوق البوطة كنزيدو جوج اليوغورت ديال الشوكولاط وعاد كنزيدو ديك ديك الشوكولاط اللي عندنا كوفيرتور يعني من النوع الممتاز يعني 150 غرام ديال الشوكولاط كنحرك مزيان كدوب لينا ديك الشوكولاط وكينسجموا العناصر ولكن ما كنزيدهاش على الكريمه حتى كتبرد واحد شويه باش ما كتطبش لينا داك الفيوتين وداك الشيء اللي عندنا باش يبقى مقرمش فعلا. اييه من بعد ما كنخلط المقادير مزيان كتبرد يعني مره مره كنحركها باش ما ديرش ليا لا كخط كنحرك وشويه ملي كنحس بها بارده كنديرها مباشره فوق من ديك لاطاس وكندخلها للكونجيلاتور على الاقل واحد الساعه حتى ساعتين ديال المقله عاد كنخرجها. هنا بغيت نتهلا فيها اكثر غادي نوجد واحد لاكاراج باش غادي نسدها من الفوق يعني كاراج كتكون غورمون يعني فيها اللوز ايفيلي محمر. الو نعطيك المقادير اللي انا عندنا يا اما الا عندنا لا كريم فريش كنستعملوها ما عندناش راه كنستعملوا اليوغورت ديال الشوكولاته يعني تقريبا كتعطيني نفس النتيجه غير بزاف العيالات ملي كيسمعوا لا كريم فريش كيعكزوا. الو هنايا غادي نبسطوا عليهم ونديروا اليوغورت ديال الشوكولاته سي بون. الو هنايا كناخذوا الكاسرول كنديروا فيها الشوكولاط تقريبا من الاحسن يكون الشوكولاط بالحليب باش كتجي زوينه. الو كندير الشوكولاط بالحليب 150 غرام كتذوب على الباماري من بعد ما كتذوب هذا الشوكولاط كنزيدوا عليها جوج ديال اليوغورت ديال الشوكولاط عاوتاني جوج كنخلطوا مزيان كنخليوها حتى تبرد واحد شويه كنزيدوا اللوز ايفيلي محمر باش كيجينا داك الكاناش بحال سنيكرز بحال يعني كاناش غورموند كتكون فيها اللوز من الفوق. الوغ كنخلطها مع اللوز هنا قبل ما نحيد الاطار كندير منها طبقه فوق من هاد لاطاس يعني كنسد بها لاطاس ديالي كنعاود ندخلها الكونجيلاتور واحد نص ساعه حتى ساعه الله ربع هي كتشد لي هذيك لاكاناش في راسها وكنخرجها. يعني هاني درت واحد كاطو كلاصي يعني باسهل طريقه ما كاين لا فران لا والو وكنقدموها بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحة. الله يكرمك الله عليك كنشكرك بزاف شيف نعيم. الله يكرمك على سنة الله يحفظك على هاد الوصفات جدا وان شاء الله نبقاو على تواصل بإذن الله ان شاء الله. اي خصنا شي وقيته مرة مرة هكذا نسمعوا صوتك على خير وفي نفس الوقت تفيدينا بهاد الوصفات المميزة جدا كيف العادة. الله يكرمك على سنة وشكرا بزاف وتحية لك وتحية للطاقم كامل والمتتبعين الأوفياء ديالنا في الفيسبوك يعني في المواقع الاجتماعية كاملين وتحية للسيدات اللي معايا الرائدات ديالي ديال مركز باسكال وكنتمنى لهم التوفيق والنجاح إن شاء الله وتحية لك والبنياتك إن شاء الله والعائلة الكريمة. الله يكرمك على سنة شكرا بزاف. عرفتي الشيف نعيمة توحشنا تهضري لنا بالأمازيغية والتحية ضروري ضروري ما تنساتش. وعلاش لا وعلاش لا لا سناء والله إلا على الراس والعين التحية ديالك بالأمازيغية نستمتعوا بها. الله يكبر بك لا سناء وليا الشرف نمثل المرأة السوسية في الإذاعة ديالنا ديال ميد راديو. الله يكرمك لا سناء أرسنتيني ختان ميرت النون تا يوز النون تا كنت كله يوفق ربي كل شيء تيمغري ليا غير سليد نغيد ريغاون تا تلكم دغاي اللي ترمس ان شاء الله بالتوفيق والنجاح اتقمت الشرف للمرأة السوسية كوديات النيرة تك كرا الحاجة هاتي رتيت لكم ورفلات نغيها جوجوال وسجها دنا ربي بالتوفيق ان شاء الله أركنت سنيمير كله كنت أيوز النون
كل شيء ناخذ اللمس. تبارك الله عليكم والله يكرمكم اللسانة. شكرا بزاف. انت الله يوفقك وشكرا لك بزاف على تواصلك معنا وعلى المشاركه ديالك. المستمعات بكل استثناء يعني بدون استثناء يعني تيبلغوا لك السلام وفرصه مقبله ان شاء الله. الله يكرمك ان شاء الله. اللسانة مستمعينا نتمنى انكم تكونوا سجلتوا معنا هذه الافكار وحاولوا انكم توجدوها لافراد الاسره ديالكم وخليوا يعني بحال هذه الافكار هكذاك ملي تكون العائله والحباب يعني شي حاجه اللي ممكن تصيبوها في الدار بكل سهوله ولكن تكون متميزه يعني في الشكل ديالها وفي المذاق.